مؤتمر كما تتبعتم مراحله كان من احسن المؤتمرات او اللقاءات ديال حزب الاستقلال، اولا في التنظيم وفي الوقت وفي الوزن وفي الحضور، وكذلك في تدبير الزمن والوقت، وكذلك في مغزاه، لانه الاستقلاليين اليوم والاستقلاليات برهنوا على انهم قوة واحدة لا تتفرق ولن تتفرق، قوة عمرها 90 سنة أبانت اليوم مرة أخرى عن لحمتها وكذبت تكهنات البعض سامحهم الله، لأن الاستقلاليين والاستقلاليات كانوا مختلفين، ولكن مفهوم الاختلاف عند الاستقلاليين لا يكون في العمق ولكن يكون في الشكل. ودون الدخول في الجزئيات، أبان الاستقلاليون والاستقلاليات اليوم على أنهم عالجوا الجزئيات بينهم وخرجوا كما ترى متراصين متصافين متهيئين للمراحل المقبلة إن شاء الله. النقطة ديال 91 و54 كما شاهدتم هي كانت محطة اختلاف، وهذا لم يكن أمرا يعني خفي أو مخفي أو مخفى. اليوم الاستقلال والاستقلاليات المبدأ ديال الملائمة، بحيث أنه اللجنة التحضيرية ما فيها إلا 350 عضو. اليوم الاستقلاليين اقترحوا وصوتوا على أن جميع أعضاء المجلس الوطني سوف يكونوا أعضاء في هذه اللجنة اللي غتهيئ جميع المراحل ديال المؤتمر المقبل. فيما يخص الفصل 54، استقلاليون والاستقلاليات بما فيهم الأخ الأمين العام واللجنة التنفيذية بتعديل الفصل 54 فتحوا باب الديمقراطية لترشح لمن فيه الصفات، لأنه قبل كان الفصل 54 محصورا على أعضاء اللجنة التنفيذية الحالية يعني الـ 24. الآن هذا الفصل فتح على أساس أن يكون الشرط أن يكون عضو المرشح للأمانة العامة على الأقل يكون يعني عضو في اللجنة التنفيذية على الأقل مرة في اللجنة التنفيذية، ربما هذه والتي قبلها، ولا من يعني أنه أبان هذا الفصل ويعني فتحه بأنه درس ديمقراطي لتمكين كل استقلاليين من الترشح والاستقلاليات.